بغيت غير شي حاله تخرج وتفرحني. تقول لي يا فاطمه الزهراء هذا ما سبيطار ما توزع يلا هيا حاله من الحالات يعني من الاخر. طابليات بيضين راه كاينين، البروتوكول كاينين، لو فرونسي كاينه. عطاتك جواب خفان زربان. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. ما تنساوش ديروا معكم لايك وتزوجوا للرسول عليه الصلاه والسلام. نبداو الفيديو. الجوق اللي غادي نجيب لصاحبي سي اخالتي يا اخالتي سي ملي تبغي تصلي تقول لك ضري نركبيه خصني نصلي جالسه. الهضره اللي كنقول كاع البنات في الاول. اول مره حبيتي؟ انا ما عمرني عرفت شي حاجه سميتها الحب. ما عمرك حبيتي في حياتك وتقول نهائيا؟ والله العظيم كاع بالحلوف. كيفاش وكيف كتسمعي؟ شفتي المغربي هو الوحيد اللي واخا يكون عنده غدا العرس تقدري تسوليه ديك اللحظه تقولي ليه واش مزوج يقول لك لا، واش عندك شي وحده في الحياه يقول لك لا، واش كتعرف شي وحده واش عمرك حبيتي شي وحده يقول لك لا. النوم جانب الاخ نعمه وراحه اخي. خليهو شدوا لك لاكاج واقيله. بعد المرات راه كتنمل عليك رجليك ولا يديك كتفيق مخلوع وبلا ما تلبقوا هذا الشيء في السحر، حيت كيجيو عندي شي وحدين كيقول لك لا كنفيق مع الثلاثه كنلقي يديا منمله رجليا منمله ساحرين ليا مبوكرين ليا دايرين ليا. يا ودي هذا الشيء راه امر طبيعي، امر طبيعي يعني ما عنده حتى شي علاقه بالسحر. خرجوا من هذا الفيديو. فيخ مخلوع هادشي علاش ما خصكش تنعس نتا الاول؟ حيتاش الا كنتي نتوما صحاب ونعستي نتا الاول عرفهم غيديروا لك شي قالب. ما كاين ما ولكن والله نايمين هذا هذا حجار راه عارف عيوض ولا واش والله نايم دحيت هذا هم نايم نايمين هذا نعسوا الزيدو ما قلت نايم نايم تخيلي ترى لك شي بلان بحال هكا الواليده راه اخر مره غنبقى نجي معاك لهذا الشيء راه كنخاف ديما كتقوليها غير تندور معاك تجي كتجري راسك ودي راه لقيتي الحركه ميته اما والله ما تشريني بديك 200 درهم ديالك هي غتبقاي معايا تطول الحركه تحرك الحركه غنتحرك انا بحالاتي لا 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 تولفي بنيتي معايا تولفي باينه ماما نسولك دابا واش الموتى فاش كيموتوا كيبقاو حالين عينيهم لا هاكي تهيئ لك بنيتي الله يرضي عليك اويلي على تيحلوا عينيهم ومال هاد الميتة مسكينة حال عينها أشهد أن لا إله إلا الله عتيلا طرا ليك بحالك صح غتولي معقدة صح غتجيك عقد نفسية حسن هو الناس اللي كيغسلوا الموت إلا وقع عليهم بحال هكا هو ماشي غادي تخلع وإنما غتجي غير واحد الصدمة. هذا الرجل صدم الجميع عندما حمل لكنك لم تصدق ما اكتشفه الأطباء. كان إريك وجاكوب معا لسنوات وقد تزوج الثنائي مؤخرا لكن إريك كان يائسا لإنجاب طفل والتبني لم يكن ضمن خططهم. استشار الثنائي عدة أطباء لكن خياراتهم كانت محدودة للغاية حتى أن إريك صدم العالم يوما ما عندما أعلن أنه حامل. في الواقع كان قد أخفى حمله لفترة لأنه كان قلقا بشأن ردة فعل أصدقائه وعائلته لكن ثم واجه إريك مشكلة غير متوقعة. لم يكن هناك طبيب مستعد لتوليد طفله، كان حمله استثنائيا والعواقب كانت مجهولة. لكن بعد البحث في كل مكان في البلاد وجد أخيرا طبيبا في كاليفورنيا كان سعيدا بمراقبة حمله
ثم انتقل الثنائي إلى سان فرانسيسكو، وكانوا سعداء جداً بأن العملية بأكملها كانت تسير على ما يرام للغاية، حتى أن شيئاً كان على وشك تغيير حياتهم إلى الأبد. وأخيراً وصل اليوم الكبير، وكان إريك مستعداً لإنجاب طفله الصبي، لكن عندما كان الطبيب على وشك توليد الطفل لم يصدق ما كان يراه. من السابع المستحيلة بأن راجل يحمل، من المستحيل من غيري، لكن هذاك السيد اللي حامل كان مرا ورجع راسو راجل. فاش كتكون قاري القوالب ديال البشر ادي لي ميسا واقيلا غالبا هاك شي لان هذه اللي كانت باغي تشفر ديجا كانت حاطه في اليد اليسريه وحده مزوره، يعني غتهز الاصليه وتحط المزوره خفه ديال اليدي، ولكن خاصك تكون طولانطي ما تخليهاش تدار بك. الله اكبر، ما تقولش ليا ما عمرها طرات لك بحال هكا. سامع امي بخير؟ لاباس عليك؟ انت اللي كتبيع انا امي؟ لا ما بغيت نسولك الا جات على خاطر. ما هز معايا والو امي، كنت باغي شي مسمنه. اسمح لنا المسالحه هي اللي كاينه. الله يحفظك يا خير، الله يعطيك الصحه منك الوالدين. الله يحفظك. صح انا جاب نخلص عليها انا عارف سير طلعها ولا لا ما يمكنش انا باش تسير سير. السلام عليكم. ياك صافي الا ما تجي معايا انت شي تطلب ديال الماكله ما كنت تطلب شي واحد شي حاجه اخرى ما نعطيهاش. عمي الا سولتك علاش عاونتيني اليوم؟ انا عاونتك لله، جيت بسم الله لله، الله يرحم لك الوالدين. الله يرحم لك الوالدين. انا بغيت الرحمه ديال مني. عمي انا اليوم خرجت قلت اول واحد اللي غيعاوني انا نبغي نعاون. يا هي ما عندك مشكل ندير لك واحد المفاجاه. الله يخلف عليك، يخلف عليك ويجازيك بخير. امين. الله يرحم لك الوالدين. انت الله يجعلك توكل على الله. انا نتبرع بها دابا مزيان. انا تبرع بها مزيان. لا شكرا لك. الله يخبر لينا الله يخلي الله يخليك بخير. الله يخليك الله يسهل عليك الوالدين. شو سبحان الله العظيم بالله كيفاش كيفرق الارزاق. السيد كان غير مقابل المحل حتى جا الرزق ديالو حتى لعندو. داكشي اش كنقول لكم، رزقك راه مكتب لكم قبل ما تزادو، يعني بلا ما تضرب ليه حساب، دير غير السبب والله غادي يعاونك. وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. تحدي من جوج ديال الشوافات اللي هي شريفة بنت ولاد خليفة وام ريحانة، كل وحدة غادا تقول لي عندها، وكل وحدة غتحدى الاخرى ان خدمتها وان جوادها هما اللي رابحين جواد الاخرى. حنا اليوم بغينا نشوفوا واش هادي عندها الجواد واش هادي عندها الجواد، واش كاينين شي جواد بعدا ولا ما كاينينش. هو اللي ربح يدخل جهنم. بالنسبه لهاد الحوار هذا اللي يديروا هاد الجوج، الا بغيتو ندوزو لكم في الفيديو الجاي ديروا عليه الرياكشن نشوفوا اش كيخربقوا تما. السبه اللي غندير قبل ما نمشي نقرا. قصة غريبة تحدث مع تلميذ إسلام الذي وقع ضحية سحر حرمه من الدراسة منذ سنة ونصف، حيث كلما رأى كتابا أو سمع كلمة مدرسة حل بك حل لا خلاص راح الكتاب حل حل كيضحك. يصاب بإغماء مفاجئ مصحوب بفقدان الرؤية وعدم القدرة على الكلام. هدر معايا هدر معايا الاسرائيل وديما فيها عند اي والله كما قلت لكم قبيله شو هادين كيديروا شي خزعبلات كيلبقوا على السحر. الله